بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أشكر الدكتور الفاضل على كلمته المستفيضة التي يعني قد استوعب فيها كل ما يتعلق بهذا الموضوع الكريم، فجزاه الله عنا كل خير. أرحب بكم أجمل ترحيب أيها الضيوف الأفاضل وأيها العلماء الأجلاء من جامعة المرقب العتيدة، ويتشرف بيتي بهذه الزيارة الميمونة ويحظى بهذا اللقاء الكريم وبهذا الاجتماع الفاضل. ولا أشك في أن بيتي لم يتلقى مثليه ما فيما سبق، وهذا شرف أعتز به كل الاعتزاز، والفضل موصول بكم، وقد تحملتم السفر البعيد من مكان بعيد، وضحيتم بأوقاتكم الثمينة بساعات، فبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. وبشعور الفرح والغبطة، وبشعور أيضا المسؤولية، أتقدم إلى جامعة المركب العتيدة الميمونة المباركة بشكر جزيل على هذا التكريم الذي نلته. ولا أبالغ في القول ولا أشتط في الوصف إن وصفت هذا التكريم بأنه أعظم تكريم أناله في حياتي حقيقة. وقد سررت به سرورا عظيما، وخاصة في هذه السن، فالإنسان بعدما تضعف وسائله فكما هو معروف قد ضأول سمعي وكل نظري وازداد نسياني وتفاقم سهوي، فآفات الكبر وهي معروفة، وسميت آفات وهي لا فعلا آفات، لكن والحمد لله الحمد لله. الحمد لله. فأنا والحمد لله على تقدم سني وقد بلغت من الكبر عتيا، فلا أطيق يوما يمر علي بدون أن أقرأ شيئا وأن أستفيد من الكتب شيئا ما. وربما تستغربون أن اتخذت من سريري الذي أنام فيه هو مكتبا لي للقراءة والكتابة، وذلك بقدر كما يقولون جهد المقل، وبقدر الطاقة الضئيلة التي تسمح بها صحتي، والحمد لله والحمد لله كثيرا. ولذلك فإني أعتبر هذا العطاء الجليل الكريم المبجل من جامعة المرقب، فهو عطاء تاريخي، وسجله بأنه تاريخي فعلا بالنسبة لي. وقد سرني سرورا عظيما، وجعلني أجدد شيئا من الطاقة التي فقدت معظمها، ولكن هذا وذلك كله من هذا الفضل الجليل الذي نلته، وتفضلت به وتكرمت به جامعة المرقب حفظها الله ورعاها وجزاها عني كل خير، فبارك الله فيها
وبارك الله فيكم وفي زيارتكم وفي هذا الحفل الذي كنتم سببا فيه، وبارك الله فيكم كل التكريم وجزاكم الله عنا كل خير. وأدعو الله العظي العظيم أن يوفق جامعة المرقب وأن يوفقها لأداء رسالتها الجامعية، وأن يخرج فيها العلماء الأجلاء الذين يخدمون بلادهم خدمة أصيلة ويمثلون الذروة أو المثل الأعلى المحتدى في تخريج مثل هؤلاء العلماء الفضلاء. جزاكم الله كل خير، وقد نزلتم ضيوفا ولكنكم من أهل البيت، وبارك الله فيكم وجعل الله سعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.